هلا بيك كيفكم؟ إذا كنتوا جداد أنا اسمي فايلا، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وبفيديو اليوم أنا رح أورجيكم كيف بفستان واحد، هاي المرة رح أبني لكم عدة أوتفيتس، عدة لبسات. هذا الفيديو مش عشان يخليكي تشتري أي إشي أنا بعرضه اليوم، هذا الفيديو بس عشان يساعدك بإنك تعرفي كيف تلبقي الأشياء مع بعض من الأغراض اللي عندك إياها أنت بالبيت. اول لبسه بسيطه كتير، لبست تحته تايتس اسود مع بوت اسود كمان. لحتى اغير من هاي اللبسه ضفت معه شاط اسود على الخصر كجزء من الاكسسوار، ولبست جزمه قصيره فيها كعب لحتى تعطيني شويه طول طبعا، وزدت كبوت على الاكتاف اذا برد الجو. للاكسسوار استعملت الحلق الناعم هاد، واذا حبيتي كمان فيك تحطي طاقيه مثل هيك كمان بتزيد لمسه حلوه للاوتفيت. هون زدت على الفستان فيست جينز لحتى يكون اللوك اكثر كاجوال، واخذت جزدان ولبسته بهاي الطريقة. هون لبست هاي الطاقية السوداء وغيرت الاكسسوار الحلق لهدول الحلق الناعم كتير. اذا بتحبوا تشوفوا من وين جبت هدول الحلق رح اترك لكم رابط الصفحة بصندوق الوصف، عندهن كتير اكسسوارات حلوة. هون رجعت قمت لقشاط ولبست مع الاوتفيت كلسات عالية ولبقت معهن شال بنفس اللون. بهاي اللبسة غيرت البوت والجاكيت للون بني. انت هون بنفع تغيري لاي لون بدك اياه، مثل بيج او كحلي او درجات اغمق او افتح من الرمادي، الالوان اللي عندك اياها انت بالبيت، لانه الرمادي كمان بلبق مثل الاسود والابيض لكل الالوان. اما هون حتى اغير شوي من اللبسه قمت التايتس الاسود ولبست هاي الجزمه البيضاء ومسكت جزدان فيه لون مختلف لحتى يبين اللوك اكثر انترستينج. حبيت اعمل الفستان كبلوزه ولبست معه تنوره سوداء مع بوت اسود كمان. للاكسسوار طاقيه وغيرت من موديل شعري مثل ما لاحظتوا. هون طريقه البلوزه كيف فوتها بالبنطلون بتختلف عن التنوره، اذا حابين تشوفوا كيف انا عملت نفس الطريقه بفيديو نزلته قبل، الرابط كمان رح يكون بصندوق الوصف. بهي اللبسه استعملت الشال الأحمر لحتى يعطي لون لللبس. بهاي اللبسة خليتها تكون هيك كلياتها جينز مثل سنوات السبعينات، واستعملت الطاقية البوردو كإكسسوار. هون استبدلت الطاقية بجزدان بلون مختلف وزادت على اللوك الجاكيت السوداء، وبدلت البوت برضو بلون أسود. وطبعا انت بتقدر تغيري باللوك على ذوقك لأنه كل واحدة ذوقها بيختلف. وهيك حبايبي خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، وإذا عجبكم حطوا لايك، اشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين، وتنسوش تحطوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان أول ما ينزل الفيديو تكونوا من أول الناس اللي بيحضروه. وإذا ما عجبكوش الفيديو برضو نفس الشيء. بشوفكم حبايبي بالفيديو الجاي، باي.